رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا الأمين وبعد. حقنا هنا بدنا نشي أبليكيشن خاص فينا في مجموعة من المنيوز. مثلا نسميه ستوك ابلكيشن، اوكي. لاحظ احنا ما سوينا هون كل الفورمز، فقط مجموعة بسيطة من الفورمز موجودة في هذا الابلكيشن. مثلا شاشة اللوجن، احنا لو لاحظنا اليوم سوينا ديزاين بشكل كامل بحيث انه اذا هون بدنا نسوي له شاشة لوجن نيو جاف فريم. مهم جدا مهم جدا الحين ننتبه لشغلة معينة هون. لاحظ عندي هاي اللوجن ليست جاف فريم، ليست فريم. عارف ليش ليست فريم؟ لاحظ عندي هون بس انفذ الاف ار ام مين. هاي شغلات جديدة بدك تنتبه لها بالجافا، ما لازم يميز بين اشي اسمه دايلوج، بين اشي اسمه فريم، بين اشي اسمه مين فورم. هاي عاد عندهم مو زي الدوت نت. الدوت نت خلص وانت بتستدعيه بتمشي واحد بتستدعيه بتلعب فيه ما بدك. هذاك لازم يميز بين الابلت، لازم يميز بين هاي بين هاي بين هاي. لاحظ هذا الاشي اللي بيطلع عندك زي هيك كأنه رسالة، كأنه ايش؟ رسالة لازم تجاوب عليها، لازم تجاوب عليها وبعدين تفوت. عشان هيك ما بسموه جي فريم، بسموه دايلوج. طيب دايلوج، نعم. لاحظ حتى هنا extends from ايش؟ جي دايلوج. جي دايلوج، عارفين يعني شو extends؟ extends يعني مورث من سب كلاس. اذا لاحظ معي هون بدي اسوي نيو، ادور لي على جي دايل من هون. هاي جي دايل اول واحد، اول واحد. اذا اسميه ايش انا هون؟ لوجن، واعطيه اوكي. هنش هسه لازم انزل له ضمن ايش؟ ضمن هذا المشروع. هسه بنضيف عليه بنا. بس خلينا نحذف هون ديليت. هون بدنا نعيش اصلا من الصفر، ونعيش معاه لحظة بلحظة. نجيب بنان، نجيب بنان، نغير لونها. البوردرز وبدي هناك شو كان لونها، بس انا ما راح نختار هذا. بعدين اشوف التليفون. الو، هلا. كيف؟ غير لونها. ايوه بس نسمي فوق الجي لوجن. ونحط شو هذا ما تفكر.
مظبوط. تمام. هذا كله بس بنزل بنزل هنا. حط له ايكون هون، شو رايك؟ قفل زيت، عارف كيف تحط هاي؟ هاي زي ما حط ذكر الايكون. لا ما في داعي هذا، عارفه صار تعلمها نتعلمها بسيطة تكون هذه. كوبي بيست بس هاي الخط نجيبها كوبي بيست. نعم. لا ما هو بدك تجيب سو بدك تحطها بيست هون بعدين تستدعيها من هون. لا 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 ممتاز. كوبي بيست في ال كيف ما غير هذا الباسورد عليه باسورد عندنا تكست باسورد صحيح وليش نفس السبب يعني غباهم اصلا جايبين تكست حالها باسورد اشتارت مرفوض. هاي تكست خاصة للباسورد في الدوت نت بيجيبوا تكست انت انت بتغير على خصائصها تصير باسورد خلاص سلام. اوكي مان هاي الفوق هسه نيجي على المين فورم. مين فورم هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن فريم، عبارة عن فريم. اذا نجي فريم نسمي اف ار ام مين بعطي فينش. لاحظ معي بدنا نبني بنفس الطريقة اللي بنينا فيها ذاك. لا لا ما هو بدنا نمشي على نفس ال على نفس الخطوات. هذا معرض على نفس الخطوات اللي ماشي فيها هذا. إذا هنا أفعار من حتى ما بدأ يتكلم زي بالنساء. اول خطوة اذا بتلاحظ اول ملف اذا بصير كبير صح؟ اذا هنا وجينا على الشو دائما وابدا بدك تحسب حسابك انه العملية هاي اللي بتكبر بتصغر بتكون وين بعد الانشلايزيشن كم مرة. هاي ماخذين دايمنشن سكرين ماخذين توركت. هذا اخذنا سايز لميل السكرين ست سايز سكرين نفسها وهنا سوينا له ايش ماكسمايز بار. ايش بسوي هسه تكبير كبر لي اياه او حتى يفترض انه من هون ما بعرف اذا الخاصية هاي موجودة ماكسمايز. لا كل شيء هذا ماكسمايز سايز. لا آه. انا بدي ماكسمايز ياخذ من السكرين نفسها. اذا لاحظ معي هون بعد الانشاليزيشن كومبوننت دايمنشن سكرين دايمنشن اللي هو الابعاد بده ياخذ. الحرف هو ما وصل الجميع. اوكي تول كت
كمان عبارة عن كومبوننت. اذا هاي الاوامر كلها بسوي لي ايش؟ بسوي تكبير الشاشة مع توسيطها. هذاك اقفل هذاك لازم اقفل. اذا لاحظ معي بنسوي رام 5 مباشرة ايش؟ كبر الي الشاشة مثل ما انا بدي اياه، ما انا بدي اياه. اذا نرجع عليه ونحدد باقي السواليف. تايتل الو مثلا ستوك، ستوك مستودع يعني ابلكيشن. ضخم البرنامج. الان لاحظ هون معي بدي انا اسوي ايش؟ اسوي بار منيو. المنيو منيو بار. نعم هاي معروف احنا احنا اخذناها كيف تسوي منيو، كيف البروب منيو. زي هيك. ماخذينها احنا صح؟ احنا شو درس بعد نحط بتن واعمل له بروب منيو. بوب اب منيو. لا 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 هذه منيو ثانية يا خالي. لاحظ ما هاي انت اللي اخذناها هون البوب اب منيو. لا احنا بدنا هون المين مين اي منيو. عفوا منيو بنجيبها نفس الحركة هي وراح. اوكي هايها موجودة بالألم. انا ما جت مين منيو. مين منيو سياستها هاي ما شاء الله عليهم. عندك كيكر موجودة موجودة بالأدرس. ما منيو بار والله معنا جي منيو بار. لا مو منيو بار. منيو فايل منيو انفويس منيو صارت تحت منيو بار. يس مان منيو بار. انا ايش حكيت لك يا ود؟ ها محمد التكست هون احنا ما دام هي زي هيك خلينا نحذفها يعني زي هيك. طلع ها صورك الان عندك هون اد بلت منيو ايتم تنزل تحت الها. هسه هاي بتعدلها اسمها التكست يعني هاي هذيك اسهل كثير. وهون اذا في شورت كت هسه اد نفس الشيء منيو ايتم تطلع لنا زي هيك. اوكي خلينا نحذفها احنا ونجيب هذيك اللي اصلا جاهزه اختصارا للوقت. اذا الريكورد وهنا ايش بيست جاب لي منيو مثل ما انا بدي اياه. اوكي مان هسه بدي ابرمج اكزت مثلا فيها وهو اكيد جاب لي اياها مع البرمجة. هسه افوت جوا سورس راح الاحظ انه جاب لي كود اخيرا. احنا ما قلنا الكود هذا بعدين بس ننشئ الفورم بنجيبه. هسه بدي ابرمج انا الاكزت هنا يا يعني اسوي هنا ايفنت رايت كليك اكشن هاي البرمجه شايف اذا هيك لو انفذ لوكيشن هنا ايكون صار عنده مشكله في الايكون صار هنا.
صاحبنا هذا عنده مشكلة في الايكوس، انه هون هذا المشروع في ايكوس توتين الايمجز، بنروح ننسخ كل الصور ونحطهم ضمن المشروع. اوكي لازم بنروح ننسخ كل الصور ونحطهم ضمن المشروع عشان مستقبلهم ما يواجه معاه مشاكل، ناخذهم مثل ما هم. الجيم ريسنت ماي شو اللي بدي انا بين الاكاونتينج في جواته بالسورس جواته الايمج، لما ناخذ الايمج هذول وعلى مشروعنا هنا بيست شفت كيف؟ هسه لو نجي هون نحكي له سوي لي رن لهذا بعدين راح تواجهنا هاي المشكلة. هسه راح نتأكد منها بس فايل مانج اوبن فايل من ايمج. اوكي ممتاز، هذا شكله راح مشكلنا زي هذاك اليوم تتذكر. ممتاز شايف، لاحظ في انه هون ال اذا بسوي كنترول او الت ار بنزل لك هذول تحتي ار خط، لا تعمل على الخط اللي تحتيها مثلا كنترول او الت في اكس اللي تحتيها الخط وبعطيه اكس ثاني مره شو سوى؟ طلع من البرنامج ما انت هذول الشورت كاتس. هسه اعطيك كنترول اكس كنترول اكس شو هي شو كنترول اكس داري هاد لو كنترول اكس هذي هي هاد الت ار الت اكس طلعت يا سيدي. هاي انت كيف تخليه يستجيب معك على الكيبورد؟ اذا كشورت كات زي هيك هنسميها شورت كات، بنروح على خصائصها بنحدد من هون اسمها اكسلريتور. هاي شورت بدي احدد الها مثلا اللي طلع الكستمرز بدي احط حرف تحت السي مثلا، لاحظ هون كستمرز انا حاط لها مثلا الت ار وحرف تحت السي. كيف احط انا حرف تحت السي ولا تحت الار ولا تحت الاس؟ لاحظ بروا عليه نفسه نفس الشيء مخصصه. في عندي هون ايش؟ ايه مثل ما انا حددت هاي الاكسلريتور، في عندك هون ام نيومريك نيومريك بعطيه سي سلام سلام. اوكي بعطيه حرف سي نيومريك بعطيه ايش؟ حرف سي. هيك بصير وين ما اسوي كليك عليه بيجيني. اوكي مال طيب سؤالك هسه هاي الصور اللي مدرجة هون كيف نضيفها؟ هي ايكون ايكون هاي كاستمرز. انا اصلا لما نسخت الايمج لهناك انا بعرف كيف نجيبها. طلع انا نسخت الايمج لهناك بس اقول له جيب لي الباكج تبع الايمج وهون جاب لي اياهم كاملات. ايوه
وانا بعدين بختار. وانت بتختار اللي بدك اياه. نعم بتختار الصورة اللي بدك اياها. بس ذكرني مش هاخذ الباكج هذا الايمج. لا حطيت لك اياه انا بمشروع اصلا. لاحظ معي خلينا مشان اورجيك هون وين راحت اللوجن. بنحط صورة هون اوكي. صورة ال قفل لانه موجود اصلا مع الصور. يعني ما في داعي نضرب المشوار. اذا بروح خصائص الليبل. اوكي. بروح على ايكون. من الايكون اختار. صورة مثلية عن طريق ليبل. ليبل منيو اي شيء. لاحظ بختار الفرق المسمو الباكيج. ايوه اختار. في قفل هنا بسرعة. شفت كيف؟ نرجع لموضوعنا هسه. هاي المنطقة عشان تصير عندي. اذا بتلاحظون خلينا نرجع نفذك هذا دائما نعيش الواقع ونجيب قواقع. خذها قاعدة عندك ادمن 111. خذها قاعدة. انا نفذت هذا. هسا اذا بدي اياه يتنفذ ما يطلع له هون اشي تاني هون. فهم علي؟ يعني يتنفذ جوا هذاك. يعني هذا يصير كونتينر له. ايوه احنا ما جبنا سيرته. كيف تصير الحركة هاي؟ تصير كالتالي. المنطقة هاي فين اشي هون اسمه حكيت لك اكتب عنه بطريقة سريعة اللي اسمه ديسكتوب بين ديسكتوب. اذا كيف اجيبه؟ اجيبه من هون هاي ضمن الكونتينرز. عندي هذا ديسكتوب بين زي هيك. خليه ياخذ كل الابعاد. ونفذ شغلنا. شو اخذ؟ اخذ منطقة كاملة صار زي بيضة. قبل كانت ايش؟ كانت مش مبينة. اذا هذا بنسميه عادة احنا ديسكتوب بين. هذا الكنترول نسميه ديسكتوب بين. وانا بس نغير الى الباك جراوند. مثلا بدنا اياه زي هيك. اوكي بعطي كلوز. هسه نفذ. صار الشكل زي اللي عندك. اوكي مان. هسه نبرر المنيو بار. اي منيو بار؟ هذا احنا معنا غير هذا بس ديكوريشن. بس قبل ما نبرمج اصلا هذا ونبلش فيه بدنا نشوف كيف استدعي اللوجن هو. كيف استدعي اللوجن بالطريقة هاي. اذا لاحظ معي من السورس لهذا بعد ما احنا حكينا له كبر لي اياه بحكي له عرف لي اللوجن. بسمي اف ار ام equal new login. بس لاحظ اعطاني ايرور هون. The
تتذكر ان اللوجن عبارة عن دايلوج. خلينا نسولف لو اعطانا اليورو. بروح انا على اللوجن هون، بروح على السورس لإله، بروح بطلع في الكونستراكتر للوجن. الكونستراكتر للوجن بده يحكي له اعطيني الفريم اللي انت استدعيتني منه زائد ايش، زائد الموديل البوليون. روح احنا عارف كم نبعث له. اذا منو الفريم اللي هو الجي فريم اللي هو هذا ذس، نحكي له انا بعثت له ذس، يعني انا كاني انا ابوه. وهنا بحكي له ايش ترو، وانا بحكي له اف ار ام دوت ايش دوت شو، انه ايش انه طب اظهر وعليك الامان، اظهر الامان وعليك الامان. هاي ظهر لي هو اول اشي هذا، بس الاصل الشاشة كاملة. نعم الاصل تظهر الشاشة كاملة. خلينا نشوف الآلية اللي استخدمناها احنا هنا، نفس الاشي هي طبعا. بس لازم نسوي له شو انه اظهر هذا بعدين اظهر هذا. يا سيدي بس قبل هاي بدك شو على هذا الحكي هي منطقي. اوكي مان، هاي بدنا اياها في الوسط، هاي بدنا اياها هسه في النص. نستخدم كودنا لكل مره الجرافيك اللي في النص. اوكي نستخدم كود توصيل، بس نستخدم كود توصيل الشائع. هكذا نستخدم الكستمر اد كود توصيل. اذا بنروح على اللوجن وهنا نشتغل شغلنا. قلنا بينت بوينت، عفوا جيب لي نقطة جابة. السنتر اوكي هنا اتي اعطيها ستار، اجيب لي نقطة سنتر من الجرافيك انفايرمنت من كل الشاشة. اوكي هاي بجيب لي سنتر، جيت سنتر بوينت. هسا اجيب لي عرض الشاشة احنا شغالين عليها، وجيب لي الهاي وسوي لي ست باوندز اللي هو سنتر دوت اكس ناقص الود على 2 والسنتر دوت واي ناقص الهايت على 2 وايش تجيب لي الوث تجيب لي الهايت. هسا اذا نفذنا راح نلاحظ ان شغلنا صحيح 100%. تمام فقط هذا بده سحب شوية مشان يصير ايش، مشان يصير نشوي. اوكي مان الان انت شغلك وين؟ شغلك هنا، بدك تصير عليها سكيورتي العملية. مش حي الله حكي لانه بجوز واحد بيجي بسوي زي هيك، ها يطلع من هون وفات جوا زي العجل. هذا الحكي موجود منه على الابليكيشن تاعنا اللي هناك؟ لا خلينا نشوف. شفت هذاك بجوز مش حاسبين حسابه. لا سام فكرتك اعتبرني اها مش مفعل هذا زر كلوز، مش مفعل ولا اكزت. اكزت تطلعه نهائيا، نهائيا. اذا هون والعلم عند الله عندي هون الديفولت كلوز ديبوز، هون بسوي ايش دو ناثينج، يعني ولا تخليها تسوي ايش. لما انفذ صار وجوده بعد ما سوى، يعني ما بسمح له. هسه اكزت برمج السيستم دوت اكزت. هذا احنا مغشينا فيها هاي غير نطلع من ولا من سكرنا حالنا بطلنا نعرف نطلع. اذا اكزت اكزت هاي اكزت مسمينا اياها بي تي ان اكزت، بي تي ان اكزت BTN Login. Exit للإيفنت تاعها Action Performance System. أها
system.exit. هي ترى هسه راح تلاحظ البرمجة هسه قاعد اسولف والسواليف بتفهمها بعرفها، بس ايش صفت هون كلها افكار الفكرة. طلع هون ممنوع افوت من هون، في سكيورتي صار الان اكزت من هون طلعنا من البرامج النهائية. اذا لوجن قلت ايش عاد بتشتغل شغل اخير.